لحظة أخوي لحظة، دقيقة لا تسكر. خير إن شاء الله أخوي مبارك، بغيت شيء؟ إيه يا أخوي طارق، ممكن أخذ من وقتك دقيقة؟ إيه. بقدر أقول إنك تخاف من الله؟ أكيد إني أخاف من الله. يعني أنت تصلي لأنك خايف؟ أصلي لأني أخاف من النار. لا، يعني أنت تصلي لأنك خايف على نفسك من النار. إيه. غلط. أنا عندي لك طريقة أحسن، حاول تصلي لأنك تبي تتقرب من الله، حاول تقول له كل الكلام اللي بقلبك، حاول تقول له كل مشاكلك، وإذا سوى لك شيء زين حاول تقول له مشكور. هذا اللي قصر بعد، ما بقى إلا هذا يدخل بالعقيدة. أقول حبيبي أخوي مبارك فرحان وين عنك؟ فرحان كان الحين بيلحقني. بارك الله فيك وأطال الله في عمرك. إيش صاير؟ جربت تحب الله؟ إن شاء الله، حاضر على الخشب، دام الأمر. الله يطول لي عمرك. الله يحفظك يا أخوي مبارك. ألو ألو، شكراً.